يكتسب ويجمع مع النفا ويجمع مع عقله ويجمع الله يرجع له ضريبه زعما كيفوت ما كانش شي حاجه كيطلع فينا. هذاك راك تشوف يدير السنين يدير منا ما بانت عليه حتى شي حاجه. شكون هو هذا؟ هذا ولد بدر راه هذا نبيل ولا نبيل كيقولوا امير نبيل ولا كيقولوا ما شفنا منه والو. واخا امير بدر قلنا خونا ولد البلاد ديالنا صاخ من العقل عليه ما شفنا منه حتى حتى جاك ما شفناهش يعني. عمر بن راح دير السنين غادي يدور عليكم كاملين غادي كل شيء يجمعكم غادي ندير لكم ما بين الخيريه على يدهم ما بين شي حاجه تاع النفع على يدهم ما كاين منه. ايوا راه قال لك اسيدي راه سيفطو لك انا سيدي مسيفطو لك راه حكيت انت كل شيء. اوه بوز عليك انت كنت معك الباص عطيتها لك اللي تعقلت عليها انا والله يعني الباص عطيتها راه مشيتها عليك هنا نحن بالله هنا طول حياتهم مش اي حاجه يا صاحبي. ايوا راه الناس سيفطو لك الفلوس ما كان اخويا والو غادي تولوش ندير لك الدار وغادي نجوزوك ما راحت انا كان قلت لك غير باسطه ما شفناش يعني. شحال ديال الوقت شحال قلت لك مني وجدت معي مرات شي واحد مرة تحت الويسكي هنا قال لهم عندها راهم بيتوه بيوم علاش يديروا له وعلاش يحطوا على البلاد البلاد خاصها نبدلوهم خصنا نديروهم كي دار جبدني من 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 حماسه كي دار قبسني وكي دار الميساج وصل وصابر كي دار ما نعرف. البرقاقة عند البرقاقة. يوم بزاف علينا هاد الشيء. وهذا فين ديال معناتها كتمي قالوا كل مرة كتمي. تقول هاد الشيء كما هاد ديال تاعك. لا بحال هكا نحن صحابنا عندنا الوجوه صحابي كيديروا على الخدمة هذه ما كان وجوه لا والو. بنادم خاص يطيح هو نوض بالجوع ولا بشي حاجة بقى راه جيتي متراجع. واش دارين هاد الشيء يعني. شكيما. أنا مشيت لسبانيا نتصدق لنا كل شيء بقى نهضر في هذاك راه دار كوستيمر قصير هذاك راه هذاك هذاك راه واش دارين هاد الشيء. انت سيدي البيرة كل شيء واحد المحل وبعد ما نقول له ما يقول لي. خليني مسكين ترانكيل شغله هو في شي بلاد شغله هو في شي حاجه واش دار هذا في النوم اللي دار شي حاجه واحد الله يحفظه. ايوا وعلاش دابا كيجبد هذا السيد بوجمع هذا هو علاش كيجبد؟ انا كنجبد الناس ماشي بوجمع متحمل واحد اصاحبي بقى قاعدنا مع الناس كيتهلا فينا بقى قاعدنا معاهم. وا ميشا شنو كتقول له دابا؟ انا ولا تا وليت يوم جا ولا تا وليت مخصص انا غادي ندير هذا صابني كنشطح مع دير الفيديو كنشط على عمر عطاسي انت قال لهم على مسكين مخصص راه كتلو الجوع بصح معايا ولا كيف وجهك وانا هاد الباسطه شبع على هنا ولا كاع نحبها شبع على نقطه الباسطه راه الماكله هو باقي ما كلاهاش يا ولا تر فيهم الجوع باقي هو هو انا ما يجيبش راسي كنت فيه الجوع علاش ما قدش يزدت راسو سيب يقيسوا الجوع ولو حنا ناكل فريتنا كل كرانو كل شيء الماضي كل شيء الحمد لله هاني شبعان بحالو بديك الماضي ما قدش ياكلها هو عنده الحراسه باش ياكل معنا عنده الحراسه ما قدش ياكلها باش ماشي مزيان ياش الله يعينش دابا كان مزيان وبقى كان مزيان مع الناس كون جا المغرب يشوف اختو ويضحك مع العرب مي ما كاينش كايجيش ماشي بحال هكا لا لا يلا معليش شوف الواحد يخلص الله سيدي الناس يجيب لوطو ديالو ويجمع الناس ملاح وتسلم على اختو وتضحك ولا انا ما نقول حد ما يقول لي حد بوجه احمر تضحك كيتعذب الناس بزاف وي كنقول لهم شي بحال هكا ما عرفت الخدام ولا سال عليا لوطو بزز جيلو يعاونو صحيح هو قال هذاك دار هذاك دار هذاك هو اللي كان يعني حنا مع ولدنا كاع شي عيني بحال من الخبزه ما كانش في المغرب اللي هو اللي كان في المنطقه في السجن هو اللي مسؤول على الدنيا كامله هو حاضر يصحب الزيتون وحاضر بوجهه هذاك الشيء اللي كان هذاك راه دار من هو نساها الكاريه ديال الزبل هنايا في وسط المدينه لا هذوك ما كاين ما الميكانيكا لا هذا المدينه الداخل لا هذوك واعرين ما هذوك واعرين عليه هذوك حداه بحال بحال الناس الاخرين اللي باينين بحال هذاك وبلاك الاخرين ما قدش يدير ما قدش يمشي لهم يعاون الشعب ويدافع هكا يدير لهم شويه كيدير شكل حكم المهم انت ما وصلتش حتى دورو ديالك ما عرفتش معاك حطيتني باسطه انت ما زدتش معاك باش الناس يعرفوا الباسطه ديالك والله الا شبعتني السنه حتى بقى يقول لك هكا صعب ما بقيتش ندير السنه شحال من ساعه